السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر الخلاصة. خلينا نتكلم على ترتيب فرق الدوري الأردني وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة الثانية عشر بعد الانتهاء اليوم السبت 7/11/2020. قبل نبدأ الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه الاشتراك أو سبسكرايب لأول مرة تجيلنا، فعل زر الجرس يصلك كل جديد وما تنساش ترزع لايك متل الفيديو حالا جنب كلمة اشتراك. يوم الخميس 5/11/2020 بدأت الجولة الثانية عشر من الدوري الأردني. السلط تعادل أمام معان 0-0، الجزيرة فاز على الحسين إربد 2-1. يوم الجمعة 6/11 الوحدات فاز على الأهلي 2-0، والعقبة تعادل أمام سحاب 0-0. واليوم السبت 7/11/2020 شباب الأردن فاز على الصريح 4-1، والرمسة فاز على الفيصلي 3-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الأردني ونتعرف على ترتيب الهدافين. بالنسبة لترتيب فرق الدوري الأردني بعد انتهاء الجولة الثانية عشر، الوحدات في الصدارة في المركز الأول ب 30 نقطة، الجزيرة في المركز الثاني ب 24 نقطة، الرمسة في المركز الثالث ب 19 نقطة، الفيصلي في المركز الرابع ب 17 نقطة، السلط في المركز الخامس ب 16 نقطة، الحسين إربد في المركز السادس ب 16 نقطة، معان في المركز السابع ب 15 نقطة، الصريف في المركز الثامن ب 14 نقطة، شباب الأردن في المركز التاسع ب 13 نقطة، سحاب في المركز العاشر ب 12 نقطة، العقبة في المركز الحادي عشر ب 11 نقطة، والأهلي المركز الثاني عشر والأخير ب7 نقاط. بالنسبة لترتيب الهدافين، في صدارة ترتيب الهدافين اللاعب هشام الصيفي لاعب الوحدات ب6 أهداف، يتساوى معه داوود هيكل لاعب الوحدات. المركز الثاني من نصيف فهدي يوسف لاعب الوحدات ب4 أهداف، وعبد الله العطار في المركز الثالث لاعب الجزيرة ب3 أهداف، يتساوى معه يوسف الرواشدة لاعب الفيصلي ب3 أهداف أيضا. المركز الرابع من نصيب دومونيك مندي لاعب الفيصلي بهدفين، وحالم الحوراني لاعب الرمسة، ومحمد العلاونة لاعب الحسين إربد، وسليمان أبو زمع لاعب العقبة، وصالح راتب لاعب الوحدات، وأوكاش غيكيفيتش لاعب الفيصلي. في المركز الخامس أنس الجبارات لاعب الفيصلي بهدف، وأحمد سمير لاعب الوحدات، وأحمد ياسين لاعب الأهلي، ومحمد الإملاه لاعب شباب الأردن، ومحمود الحوراني لاعب الرمسة، ومحمود موافي لاعب معان، وعدي خضر لاعب الفيصلي، ورامي سمارة لاعب الرمسة، وعلوان لاعب الجزيرة. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الأردني وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الثانية عشر. اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه الاشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.